مساء الخير. ليست مجرد صوت اخترق جدار الزمن أو مطربة أجادت شتى ألوان الغناء، ليست فقط الأوف والميجنة والعتابة وتعلى وتتعمر يا دار، هي مهرجان حسي متنقل بين العواصم والمدن، كأنها وحدها فرقة جوالة ونشيد متواصل وكرنفال حياة، كأن في حنجرتها أوركسترا كاملة العدد والعدة، تحول الأمكنة والأزمنة إلى مناسبات فرح وغبطة، هي الدمعة والبسمة وقطرة الندى على خد الصباح، هي الآه تلو الآه والأغنية الممتدة قوس فرح من سماء لبنان إلى كل الدنيا، فهل كثير عليها أن نزفها بالشعر والورد والدمع والغناء؟ عاشت كما يليق بنجمة، عاشت كما يليق بنجمة عشقتها الأضواء، ومضت كما يليق بسيدة لم تنثر سوى رذاذ الفرح في حلها والترحال، هي ذاكرة الوطن الصغير المتسع بصوتها وبأصوات مبدعيه، هي ذكريات البلاد بأفراحها وأتراحها من مواسم العز والحصاد إلى دواليب الحرب التي دارت بنا وعلينا فلم يبقى لنا إلا الشعر والغناء، هي صباح، صباح الطرب، صباح الاستعراض، صباح الأغاني الوطنية، وتسلم يا عسكر لبنان، صباح السينما الجميلة والمسرحيات الضاجة بالغنج والدلال، صباح الأناقة والفساتين المزركشة بتصفيق الناس، لكنها قبل هذا وذاك هي صباح الإنسانة، الإنسانة التي ذاقت مرارات العيش وخيبات الأيام وأفنت العمر باحثة عن حب مستحيل رغم كثرة الأزواج، ومع ذلك بل رغم ذلك استطاعت أن ترتشف من بئر التعاسة جرعات سعادة وأن تجترح من حقول الشوك وردا كثيرا، فلم تظهر للناس إلا الجانب المشرق من لعبة النجومية والأضواء، هي التي لم يدمها الشوك فحسب بل أدمتها رقة الكلمات، لكن شوك الشوق إليها يدمي قلوبا كثيرة. صباح الفرح تحية من بيت القصيد إلى الشحرورة صباح، يشاركنا فيها من الاستوديو الفنان الأستاذ جوزيف عزار والشاعر الأستاذ نزار فرانسيس، ومن القاهرة الموسيقار الأستاذ صلاح الشرنوبي. أهلا وسهلا فيكم وألف مساء الخير. ويسلم تمك ويسلم فكرك. الله يخليك. قبل ما أطرح أسئلة اسمحوا لي كمان أوجه أحر التعازي لأسر ومحبي الشاعر سعيد عقل الذي يعني يختلف مع مواقفه الإيديولوجية والسياسية ولكن لا يختلف على قيمته الشعرية، والفنانة نهواند التي ظلمت في حياتها وربما في مماتها أيضا، والأديبة الكبيرة رضوى عاشور التي عانت الكثير مع المرض العضال. أساتذتي رح بلش أستاذ جوزيف من عندك، كيف منفهم وصية صباح؟ يعني بعدم الحزن، بعدم البكاء، بالفرح، بالرقص، بالدبكي، بالغناء. السيدة صباح اسم على مسمى، يعني أنا دايما كنت إلا مساءك صباح وصباحك وصباحك صباح فاللي مغمور بالفرح ومغمور بالسعادة، وتفضلت حضرتك قلت إذا كان في عندها حزن بتخبي حزنها لحالة وبتظهر فرحها للناس، وهيك منعرف صباح نحنا. وكل هالفترة الطويلة اللي أنا رفقتها على بمسرحيات ومهرجانات، نعم، اللي كانت عم تنقام بلبنان وبرات لبنان، رح نحكي عن هالجانب، نعم، نعم، ولكن الوصية بالذات وصية صباح انه فرحوا، ما بدي تزعل، ما بتحب الحزن،
ما بتحب الحزن حسن. ولا بتحب الناس تحزن عليها حتى وهي حتى يعني وهي تغادر وحتى بمماتها. ومع أنه صباح ما ماتت، ماتت جنات الفغالي، بس صباح بقيت خالدي بعقولنا وبضميرنا وبالوجدان. صحيح. أستاذ نزار، كيف تفهم هالمسألة بالذات؟ صباح بفهم هالشعلة الفرح يلي كلنا بنعرفها بصباح. صباح المرأة الآتية في زمن المرأة المتكاملة. يعني أنا بشوف صباح، إذا بتطلع بمسيرة صباح بتشوفها إنساني فناني متكاملة في زمن ندر فيه التكامل. لما أجت صباح يعني أجت نجمة، نعم، عندها إبهار جمال ما كان في قريب منه، ما كان في مشابه له بوقت اللي اجت فيه صباح. الجمال، الصوت الرائع، القوة التمثيلية، هذه الموهبة اللي عندها أكثر من 80 فيلم. يعني صباح النجمة الممثلة الجماهيرية المطربة والإنساني. صباح الإنساني يلي أنا ما بعرف حدا كان قريب من صباح وتعرف على صباح إلا ما تركت فيها الأثر الإنساني يلي كتير كتير ناس تأثرت فيه. صحيح. هيدا الفرح الترجم فعلاً مثل ما قالت، بترجم حتى لآخر لحظة من حياتها. نعم. حتى تشييعها كان مهرجان، فرح ودبكي وأغاني. يعني شغلة فعلا يعني مش صحيح. مش هيك يعني الكلام سهل، بس إنه يعني لا يتحول. هودي هن الباقيين، هودي هن الباقيين. صباح الجسد راحت بس الفرح بده ضل موجود، وهذا يعني أثرت مكتبتنا وعقولنا بتراثها العظيم. صحيح. يلي عطتنا إياه. صحيح. يعني يعني سروي ما بتنمحى. وطبعا صوتها وحضورها امتد مش فقط على لبنان، امتد على أصقاع الدنيا كلها. صحيح الحكي. ومن ضمن أم الدنيا مصر القاهرة. خليني أسأل السيد صلاح الشرنوبي. السيد صلاح، حضرتك التقيت بسيدي صباح يعني مرارا وتكرارا، كيف بتفسر هذه المقطع قدرة لديها على تحويل حتى الحزن أحيانا إلى ضحكات وخفة دم وروح مرحة تبث الفرح بمن يجالسها ويلتقي بها؟ فعلا فعلا، زي هي الحقيقة كانت بالنسبة لكل الفنانين وكل تعرف إن الفنان أكتر حد بيعرض للاكتئاب، للقلق، للتوتر، لعوامل نفسية كتير قوي قد تمر عليه ظروف وظروف وظروف. الحقيقة الصبوحة الراحلة الله يرحمها كانت بتدفع كل يعني بتصرفاتها وبسلوكها وتألقها الدائم بتدفع كل إنسان وتعلمه شيء، إن هو لا يجب إن هو يمتثل لحالة قلق أو حالة اكتئاب أو كده، لأن هي دائما متألقة. والحقيقة أنا التقيت بيها عدة مرات فعلا، وكان من أبرزهم مرة إحنا فعلا كنا هنشتغل مع بعض وفعلا ابتدينا نبحث في أشياء يعني، بس الكلام ده كان في آخر التسعينات. يعني أنا يمكن كنت الفترة دي كنت مزدحم جدا بالأعمال، فما عرفناش نتقابل، خاصة أن أنا من مصر والصبوحة كانت في وقتها كله بيروت في لبنان. نعم. اتقابلنا كذا مرة وفعلا اتفقنا، بس لم تسنح الفرصة أن أنا أكمل معها العمل. لكن التقيت بيها كمان في استوديو الفن سنة 2002 في احدى حلقات استوديو الفن، كانت ضيفه. وقد ايه ابهرتني لما طلعت على المسرح، يعني وهي كانت في السبعينات يعني في من عمرها يعني 75 76 سنه، وقد ايه التالق وهي بتغني اغنيه يانا يانا للراحل بليغ حمدية، ومن اشهر اغانيها الجميله. وقد ايه فعلا انا قاعد يعني أنا قاعد في كنت عضو لجنة التحكيم ساعتها، فهي بتتحرك أنا قلقان عليها جدا وفي نفس الوقت طاير من الفرحة وهي بتغني كما لو كانت لسه في صباها. الحقيقة تعلمنا منها كثيرا القوة طبعا والجمال وكل ما وصفت به الراحلة
من معاني جميلة قوي فعلا، الجمال والرقة وعلى فكرة عايز أقول حاجة تانية زاهي، إن القدرات الإبداعية في صوتها يعني قدرات مش بسيطة، عارف يعني سهل الممتنع. نعم، لكن يعني رح نحكي أكثر عن إمكانياتها الصوتية وطبقات صوتها والميزات اللي ميز صوتها. بس أستاذ جوزيف، كما أشار الأستاذ صلاح الشرنوبي، يعني للحظات الأخيرة ضلت عندها الهمة وعندها الشغف بالغناء وبالإطلالة على المسرح وأمام الكاميرات والإقبال على الحياة. تعقيبا على الكومبوزر الأستاذ الشرنوبي، بالمئة ألف عم يحكي الواقع يلي هي موجودة فيه. لا. صباح، لأنه أنا دايما كانت هيك، دايما شوف تعرفها من أيام لك شغلة من سنة 63 وبالجي. نعم، من 63 آخر مسرحية كان يعني كنز مش الأسطورة من شلالة 63 مش شلالة 63 لكنز الأسطورة قداش في زمن كبير. سنة 97 كانت تحسسني أنه عمره 20 سنة على المسرح. غريبة الشكل هالمرأة هالعظيمة، يعني بتحسسك أنه عمره 20 سنة وعم تغني حب الحياة. ما شيء غريب اللي ما انفقد عندها. شو هالخفية الظل، شو هالإبهار، نعم، شو هالجذب، الذكاء الفطري الحاد نزار. بس هالإقبال، يعني مش كل الفنانين، في فنانين وفنانات لما بتقدموا شوي بالسن بالعمر بالتجربة بتقل همتهم في منهم بينزووا ببطلوا بدهم يظهروا على الأضواء، بدهم الناس يعني تضل حافظة الصورة القديمة لأنه ما كان عندها هال ما كان عندها أبدا هالنية أبدا، ما تخلت عن حماسة أبدا، لأنه في نار شعلانة، في محبة كبيرة تجاه جمهورها وتجاه فنها وتجاه لبنان وتجاه العالم، بقلبها في مخزون كبير عم تفجره يعني. وما أبدا هالنبع ما نضب. شو سره أستاذ نزار هالشي برأيك؟ هيدا إيمان مزبوط، إيمان وحب الحياة وحب العطاء، الكرم النفسي الداخلي. صباح كانت بنفسها كريمة بكرامة، نفسها لأنه الكريم مش بس كريم بالمادي، يعني كان كريمي بالمادي. الكريم هو الكريم، لما كنت تحكي مع صباح تحسها كلها عم تصغيلك بكل عظمتها، هذه الامرأة العظيمة عم تسمعك لآخر الحرف وعطيتك كل انتباهها، يعني عم تعطيك من وقتها من اهتمامها، من هيدا الكرم النفسي اللي بقلب صباح هو اللي خليها عندها الانتاج الغزير من الأعمال، وهالتواضع يلي كمان هو كرم، هالتقرب من الناس. يعني أنا ما كنت بتصور أبدا أنه تكون مراسم دفن صباح فيها حزن وبس ونقطع السطر، كان الحزن مرافق للفرح يلي هي طلبته. هيك كانت صباح، كلنا منتخيل كنا أنه هيك تكون صباح نودعها، خصوصا أنها عاشت حياتها يعني صحيح. حتى الرمق الأخير كما يقول في ناس بيجوا على الدنيا، في ناس بيجوا على الدنيا بتلبق لهم الدنيا صح، وبس في ناس بيجوا على الدنيا هن بيلبقوا للدنيا، يعني الدنيا بلاهم بتكون مش حلوة. صحيح. ومنهم صباح. قبل ما نحكي أكثر بدنا نسمع من أسرة صباح، من السيدة كلود عقل بنت أختها اللي رافقتها يعني طويلا وخصوصا بالسنوات الأخيرة. نسمع يعني قبل ما نحكي هيك أكثر على الإنساني، تخبرنا بعض الجوانب بالوصفات والسمات بالسيدة صباح، نسمع سوا. يعني أكيد أنا بفقدان خالتي صباح حبيبة قلبي فقدت قسم من حياتي ومن عمري، لأن هي كانت هي دايما تقلي إلا أنا ما بقى عندي أم، تقلي إيه شو ما الخالي أم تانية، بقى أكيد فقدت أمي، صرنا يتما نحن، ما بقى عندي ولا خالات ولا أم، كانت هي آخر شيء يعني بحياتنا العائلية. صباح حبت فنها أكثر شيء بالحياة، أكثر من روحها، أكثر من كل شيء، عطيت كل حياتها كرمال فنها، مغرومة بفنها، يعني ما انغرمت إلا بفنها صباح. وصباح عندها طموح غريب الشكل وعندها إرادة غريبة الشكل، يعني كانت تتطور وتستقوي، بدها تتعلم كل شيء، بدها تعرف كل شيء وتتعلم كل شيء، ودغري بتلقط. طورت أغانيها، طورت حالها، طورت شخصيتها،
بس يعني صباح فريدة من نوع، ما في يقول أكثر من هيك، فريدة من نوع ما بيجي مثله ولا رح يجي مثله. وقايمي ضبت يابي ورايح لعند أحبابي، وقايمي ضبت يابي ورايح لعند أحبابي، مسافرة عجناح الطير تذكروني بغيابي. ما كان في حزن بحياتها، يعني كل شيء كان عندها بالنسبة إلها فرح صباح، ما عندها حزن. أكيد ما في إنسان ما بيحزن، يعني قلك ما بتحزن، بس مرحلة وبتعدي مثل ما بقولوا، ما بتوقف عندها، بتقفيها، عندها قوة إرادة بتقدر تتخطى الأمور الصعبة صباح. هيدا الحلو اللي فيها واللي مش كل الناس تقدر لها، يعني إنه أنا يمكن ما بقدر أتخطى بنت لهالأشياء هيدي. لما اجي احكي عن الوطن مثلا اكون زعلانه، وشو هيدا مش قادرين نعيش، كلهم مخانقين مع بعض، ما في حدا عم بيطلع بهالشعب. حاصلوا اجي اشكي همي الا ماني قادره اطيق بقى العيشه هون. تقول لي ايه اصحى تحكي بهيك موضوع، لانه وطنك اهم شيء، اللي ما عنده وطن ما عنده شيء ولا عنده قضيه. والنتيجه انه هي مرضت، كان فيها تروح تعيش مع ابنها بامريكا وتعيش مرتاحه، ما رضيت. اللي بدي أعيش بوطني، بتحب وطنها، بتحب جيش وطنها، عندها الجيش مقدس ومكرس بالنسبة إلها، ونحن كتير فخورين إنه الجيش عزف لها أغنية وأناشيدة بحفلة نهار الأحد. ما خليت انها تحس انها لحالها. اول شيء عملت لها صفحه على الفيسبوك، صرت كل يوم اخذ منها تعيشها بالجو، كل يوم اخذ منها اخبار وقلهم للشباب، يعني خليتهم يعيشوا مع بعض هي وكل المحبين اللي بالصفحه، عيشتهم مع بعض، خليتهم هن ينبسطوا وهي تعيش تنبسط كمان بهذا الجو. ما حست حالها انها لحالها، كل يوم كنت اقرا لها شو عم بيحكوا، شو عم بيقولوا لها، كيف عم بيوسوها، كيف بيقووها كل ما تطلع شائعه. انا ما عم بفهم هالشائعات، ولا هي بتفهم، ولا حدا من اللي بيفهموا اصلا قادر يفهم شو نوع هالشائعات. يعني امبارح من يومين كمان وقت اللي توفت قبل بيومين عم بيطلع شائعات من هون ومن هونيك ومن هون. يا لطيف انه يعني اخر شيء وحده تلفنت لي قالت لي يا مدام كلودا مصورين قبر بخمس نجوم، هيدا هو قبره؟ قلت لها مدام عملي مانشيت، عملي معروف، قولي لحقينا على القبر. يا ناس الدنيا دولاب طالع نازل عدربو، بتطلع كتروا الاحباب وبالنجل كلهم هربوا. كانت دايما صباح تقول انه هي عايشت كل حياتها بالطول وبالعرض، وما نقصها شيء بحياتها، ومكتفيه بكل شيء عملته، وحبت الدنيا والدنيا حبتها والناس حبتها وهي حبت كل الناس، وعيشت من خلال الناس، وعيشت بتواضع بكرم، ما تركت حدا بحياتها إلا ما كانت صادقة صدوقة مع كل العالم، مخلصة وفية محبة، عندها تسامح، عندها أصدقاء. هي من جهتي أنا حسب ما اللي بعرفه واللي شفته منها إنسانة كتير وفية، ودرجة الوفاء عندها كتير كبيرة، إنسانة ملتزمة مع الوفاء، ما كانت تفكر بالموت أصلاً، ولا يوم جبت لي سيرة الموت أبداً، بالعكس كانت عطول عندها تفاؤل. يا عمي ما بعرف شو هالشحن القوة اللي عندها إياه، كان لا همها الموت ولا همها شيء ولا همها، كان كل همها الفن. يعني هلأ كانت بآخرتها لو كانت بدها تغني ما كانت قالت لا. رح اترككن اكثر من اللي عملته مش رح اقدر اعمل، بس رح خبر شعبي واهل بلدي على اللي شفته عندكن. يا امي شو بيشبه اللي عنا. الف رحمي لروح جنات فغالي. ومثل ما قلنا صباح باقي، لفتني بحكي السيدة كلودا، اول شيء نبرة الصوت وطريقة الحكي قريبة كتير لطريقة صباح، بس حكيت عن تفاؤل الدائم. خليني أسأل الأستاذ صلاح الشرنوبي، إذا كان يلمس باللقاءات اللي التقيت فيها أستاذ صلاح، كنت تلمس هذا التفاؤل، هذا يعني الأمل بالأيام اللي جاي عند السيدة صباح؟ جدا. عمري ما حسيت
في لقاءاتي معها إن حد مهموم أو حد يعني لا، بحس دايما اللي جاي أحلى وأقوى وأكثر وضوحا وأكثر يعني ضوءا. هقول لحضرتك حاجة زاهي، وطبعا تحياتي للإخوة الفنانين الأستاذ نزار والأستاذ جوزيف. تفضل. لما الفنان يثني على فنان ويعتبره الأول في الغناء العربي زي ما حصل في لقائها مع الفنانة وردة في برنامج مشوار حياتي اللي كانت بتعمله الصبوحة، وقالت لها أنا ما شفتك وانت لسه بنوتة صغيرة بضفاير وانت بتغني أنا تنبأت ليكي بمستقبل باهر وبنجاح ساحق، وأنك هتكوني الأولى في الوطن العربي. وقد كان حتى الفنانة وردة استغربت، قالت لها بس أنا مش الأولى. قالت لها مين اللي قال إنك مش الأولى؟ أنت الأولى. تخيل لما فنانة عملاقة زي صباح تقول على فنانة عملاقة زي وردة الكلام ده، طبعا ما بيحصلش في جميع الأوساط، محدش بيعترف بحد يعني. فده بيدل جدا على انها فعلا في ثقه في النفس طبعا، في حب للناس، في قدرات كانت فعلا متميزه بيها جدا جدا الصبوحه، ودايما حاسه بالامل، عمرها ما حست بلحظه ياس. الجمال الدائم طبعا، الاناقه يعني بقول لسعادتك يمكن أنا آخر مرة شفتها كان سنة 2002، كانت في السبعينات وهي فعلا عروسة واقفة على يعني على مسرح استوديو الفن عروسة، الله أكبر. كان ساعتها وأنا استغربت وكل الناس استغربوا، الله يرحمها، فعلا كانت رمز للإرادة والحب والحاجات الحلوة كلها. طبعا مثل ما عم تتفضل، ويعني قوة الإرادة اللي حكي عنها الأستاذ صلاح الشرنوبي، حكيت عنها سيدة كلودا. صحيح الحكي. بنت اختها. مزبوط. كلودا عقل. مزبوط. قوة هالإرادة هاي رغم الخيبات، يعني عاشت صباح ظروف، يعني مش مجال هلأ نحكي بظروفها الأسرية، بنشأتها، بخيبات زواجاتها، يعني كانت قالت بأكثر، أنا حاورتها أربع مرات ما حدا حبني. يعني قالت لي لإلي وقالت بحوارات تانية، ما حدا بتعتقد هي إنه ما حدا حبها، وهي أكثر شيء حبت رشدي أباظة، أنا بتذكر يعني ما بنساها. صحيح. بس هالقوة الإرادة يعني رغم كل الخيبات سواء الشخصية أو العامة، يعني ما هي كمان عاشت الحرب مثل كل اللبنانيين. أنا بعتقد إنه ما هي القصة قصة الرجاء. نعم. كان عندها رجاء قوي ومحبة قوية تجاه نفسه وتجاه الناس. صح. الإنسان إذا ما حب حاله ما بيقدر يحب الناس. صحيح. فمحبتها للناس ما إلا مثيل. يعني صباح نادرة الوجود، امرأة استثنائية عندها تواضع مطلق. يعني أنا بعدني بذكر أنه من 4-5 سنين كرموها بإحدى محطات التلفزيونية بلبنان، بالإلبسي تحديدا. اتصلوا فيي بالالبسي قالوا لي نحن عنا برنامج تكريم لصباح، راح نجيب صبايا يغنوا، وفي انت كرجال بدك تقدم لنا شيء للصبوحة، ممثل الشباب. تكرم عينكم. غنيت انا 3-4 اغاني لإلي وخصصت للصبوحة قلعة كبيرة وقلبة كبير، يلي هي تسجلت بالاستوديو. سجلتها بالاستوديو انا، وهي كانت عم بتغنيها ببعلمك بالقلعة، لمين كنت أنا أخذ دور الأمير بدر جاي من الصحراء بزي تاجر حرير وجاي لأحتل القلعة، وأميرة القلعة يلي هي كانت ليلى ست صباح. فأنا سجلتها بالاستوديو وقدمتها بالتلفزيون. بس فت على المسرح بلشت بالغنية ست صباح وقفت. عم بحكيك عن التواضع. نعم. ضلت واقفة صباح لخلصت أنا، بدل ما أنا كرم صباح صفت صباح عم تكرمني. هي عم تكرمني. شو هالعظمة، شو هالتواضع، شو هالخفة الظل، وشو هالكبر، شو هالإباء يلي موجود بقلب صباح. ما بعرف.
استاذ نزار، علقت لما حكي الاستاذ صلاح الشرنوبي على مساله انه بهالايام يعني افتقدنا قصة فنان يعترف بفنان، افتقدنا لهيدا الكبر لهالتواضع هيدا. يعني اليوم صرنا بعصر ايه اكيد ما حدا، انا بشك انه في فنان بيعطي مثل ما بيقولوا كريدي لفنان تاني، يعني انه بيقول له انت الاول. هيدي كتير مكلفة ومتعبة ومؤذية اليوم بيعتبروها بالوسط الفني الحالي، بينما اذا كان الانسان كبير والكرم هالقد في عنده كرم بداخله بيقدر يقولها اذا كان مثل صباح. بس هي تعطيني مثل صباح بعد ما عشفي، رغم انه زمن صباح وجيله يعني كان اصعب والتنافس كان شديد كان جدا، كان بين الاصوات النسائيه والرجاليه، يعني كان على الخروج، كان الزمن اصعب، كان الخروج الى تحت الضوء ليصير الانسان تحت الضوء كان كتير صعب وكتير في مشقات أكثر من اليوم. اليوم صرنا بعصر دغري، ساعه اللي بدك بتكون تحت الضوء اذا معك فلوس، او اذا وكثره الوسائل الاعلاميه صارت دغري تحط تحت الضوء اللي بيسوى واللي ما بيسواش، عرفت ما بيقولوا. بعدين صداقه الست صباح ما بتتبدل ولا بتتلون، وفا ولا تتجمد في الشتاء مثل ما بيقولوا. وفي خليني اسال استاذ صلاح شرنوبي يعني عن مميزات وسمات صوته. حضرتك كموسيقار وكمؤلف موسيقي وكملحن، يعني معروف انه سيد صباح برعت بالاوف وبالموال اللبناني بالغناء البلدي، راحت على مصر صار معروف انه الاستاذ زياد السنباطي اخذ وقت لهيك كمان تعب شوي معه لحتى اتقنت اللهجه المصريه. كل هالتفاصيل هاي رح نحكي فيها مع الاستاذ صلاح الشرنوبي، مع الاستاذ جوزيف عزار، مع الاستاذ نزار فرانسيس، ولكن بعد ما نتوقف سريعا مع موجز اخباري ثم نتابع صباح الفرح، تحية من بيت القصيد للشحرورة صباح. مشاهدينا الكرام، نتابع هذه التحية من بيت القصيد لذكرى شحرورة الغناء اللبناني والعربي السيدة صباح، وبين إيدي شهادة مكتوبة بالسيدة صباح، هي من إحدى رفيقات دربة السيدة نجاح سلام. كتبت السيدة نجاح سلام لبيت القصيد تقول: صباح الضحكة العارمة، صباح ليست لي مجرد صديقة أو زميلة أو رفيقة درب وحسب، كنت لي ذلك الأمل الذي يستعصي على الانكسار، كنت لي أمثولة للفرح والتعالي على الجراح والألم، كنت لي ذلك القلق المتوهج المشع المبشر بانتصار الحياة حين تلوح في الروح بوادر هزيمة. صباح لكم أذهلتني ضحكتك العارمة، وفي القلب من عاديات الزمان ما لا تتسع له المآقي والدموع، كيف لي أن أطاول بعدك الأمل وكنت لي أعلى بيارقه، كيف لي أن أصدق الغياب وقد أوهمني حضورك الطاغي، أنك والحياة توأمان في صوتك الشامخ بشرى النهار ورفيف البهجة في جناح العصافير، رفيقتين كنا ندوزن المنافسة الفنية الراقية فيما بيننا لنضخ الإجادة والأصالة اللبنانية في عروق الفن العربي، ومعنا الكبار فيروز ووديع وسعاد محمد ونور الهدى وفايزة أحمد وزكي نصيف وسلمان ونصري وباقي الرفاق.
أي محمد سلمان ونصر شمس الدين طبعا. نعم. آهن من هذه الكنت التي تجرحني ولا تشبهك، ترحلين يا حبيبتي فأذوي إلى ذكرياتنا معا بحلوها ومرها، أقلب الصور أبكيك ثم أبتسم حين أراك، على بعد دقة من قلبي تضحكين. نجاح سلام محفظ الألقاب، الله يطول العمر، تحية كبيرة لسيد نجاح. نجاح الكبيرة تتكلم عن الكبيرة طبعا، وندعو لها ولكم جميعا بطول بطول العمر. الله يخليكم يا حبيبي. استاذ صلاح الشرنوبي، كنا قلنا قبل الموجز انه في يعني صباح غنت كل الألوان تقريبا، شو هي السمات يعني ابرز السمات والخصائص اللي بتميز صوتها برأيك؟ الحقيقة ابرز شيء يعني استرعى انتباهي أنا من حتى من بداية مشواري أو ما قبل بداية مشواري، وأنا جست يعني مجرد مستمع عادي، إن طبعا وإحنا بنسمع قبل ما نخش هذا الحقل من يعني أو نأكد على المهنة دي، الواحد بيسمع حاجة حلوة حاجة حلوة. إنما بعد كده لما دخلت في المهنة نفسها لقيت في مقام اللي هو مقام السيكا، مقام الحجاز، مقامات اللي هي عمق المقامات الشرقية. أنا تايه أحيانا يعني، وعيب قوي عيب لما يكون حد متخصص يتوه في المقام، يبقى عايز حتى اخواننا استاذ جوزيف واستاذ نزار كمان يتفهموا ده، والفنانين اكيد كلهم، انك ازاي تعرف مذاق هذا المقام وانت تايه فيه بصوت، لان صوت صبوحة كان بيضفي شيء، ما يعني تحس ان المقام عندها له مذاق تاني. مقام السيكا اللي احنا عارفينه اللي هو بتاع الشرقي وبتاع التطريب جدا، ده مش يعني موجود بصورة تانية في صوتها. الحجاز حتى كان اكتر الناس ابرزوا هذه المقامات بالنسبة للملحنين المصريين كان محمد الموجي، خاصة في مقام الحجاز زي ما قال سلمولي على مصر، وزي مثلا الدوامة كان في فيلم الأيدي الناعمة، وتحس حاجة اسمها التريوليهات. تريولي يعني ايه؟ الدوامة يعني السلالم بتاعتها بمنتهى البساطة ومنتهى الشرقية، كانت بتحسسك ببساطة أداء المقام، يعني طعامة المقام، رقة المقام، يعني الصوت الرقيق جدا، هذا الصوت الرقيق جدا العذب جدا اللي هو سهل الممتنع، زي ما قلنا ده فعلا تقدر تسميه صوت السهل الممتنع، اللي قلما تلاقي صوت يقدر يعني يجمع ما بين قمة الشرقية وقمة البساطة والفرحة اللي في الصوت. صحيح. الحقيقة ودي كانت مهمة طبعا. مجموعة أغنياتها مع الفنان فريد الأطرش، عايز أقول برضو هنا في الحتة دي حاجة، أن الفنان فريد الأطرش لما تسمع ألحانه بصوته فيها شجن كتير قوي. صحيح. حتى وبيضفي دايما على أصوات الآخرين ممن غنوا له، بيضفي عليه روحه أو بصمته، زي ما محرم فؤاد قال يا وحشني رد عليا إزايك سلامات، كأنك بتسمع فريد الأطرش. طب إزاي يجتمع هذه الألحان الشجية جدا مع صوت صبوحة الطعم البونبوناية دي؟ نعم. فهي عرفت تحول هذه الشحنة من الشجن إلى شحنة من الفرح، وحتى أغنياتها لبنتيتا هويدا وأغنية يا دلع يا حبيبة أمها دي كلها، وبعدين وحبيبة أمها، أيوة، وكل مجموعة الأغنيات اللي غنيتها لهويدا، فيك بقى شق تاني
مقامات البياتي والراست لما غنت لبليغ حمدي يمكن كان الأشيع أو أكثر شيوعا في النجاح كانت أغنية يعني عشق أو غلبانة وأغنية شهر زي العسل زي العسل قابلت كتير وأغنية يانا وأغنية عد عليا وسلم. الأغنيات دي فعلا قدرت بالرغم انها مقامات شرقيه جدا زي ما بنقول بياتي ورست لكن قد ايه كانت شعبيه جدا. وجانب ثالث عايز اقوله او اكتر ازاي تفاعلوا معاها الشباب يعني هي كانت قدرت وصلت لشريحه يعني عاده ما بتسمع يعني يمكن الشباب المراهقين والمراهقات علاقتهم بالطرب يعني ما بتكون حميمي بالبدايه بعدين بتصير صح يعني صح. فعلا لما تعيش اغنيتها لحد ما يبقوا البرامج بتاعه المسابقات بتاعه التالنتس المواهب الجديده لازم لا تخلو من اغنيتين ثلاثه للصبوحه من الشباب يعني ده حدث ضخم جدا ان هي تظل باقيه مع اجيال الشباب. ولما عملت الدويتوهات اللي عملتها مع رولا سعد وهي من المواهب الشابة فدي برضو بتدل على امتدادها وقد ايه ان هي عرفت تضفي اغنياتها على جيل اخر او اجيال اخرى الحقيقة يعني رح ارجع لك استاذ صلاح طبعا اللي تفضل فيه يعني قيم ويعني دايما كلام الاساتذة استاذ الكلام طبعا مثل ما بقوله لانه الست صباح مثل ما بتفضل الاستاذ الشرنوبي هو قال انه صباح انشودي عتم الزمن يعني خالدي وهالمساحات الصوتيه اللي عندها اياها والاوف وابو الزلف اللي غنته يعني الليالي اللي كانوا يستلموا من يقدروا يستلموا من وديع ويسلموا وديع الله يرحمه الا هي يعني صوت نسائي الصوت القادر صوت والمقتدر والمعجز وديع الصافي الله يرحم ترابه. هلا راحت لعندهم الكبار رحلت لعندهم الكبار من إلا بهالمناسبة للصبوحة سلمي على وديع وعناصري على الكبار على أخوين رحباني وعلى فيليمون وعلى زكي وعلى وليد مع حفظ الألقاب الله يرحم ضرابهم سبقوها وهي راحت لعندهم. وهلا أني الشاعر الكبير الفن سعيد عقل الله يرحم ترابه ونهواند بدي أقول شغلي عن الأستاذ سعيد عقل بهالمناسبة هاي. مرة قالوا له في الأستاذ بولو السلامي والأستاذ بولو السلامي هو هيئته وشكله يعني الجسدي مثل الأستاذ سعيد ويمكن أضخم بدنا نروح نشق عليه صار عامل 20 عملية هلأ نية هيدي طالع من عملية 20 رقم 20 أيوب القرن العشرين فوصل لهونيك لقام مدد للأستاذ بولو السلامي على التخت هيك شو بيقول له بولس السلامي استاذ سعيد للاستاذ بولس قال له يا مغمدا يحمل علا من ذا تكون اذا تسل مين بيقول غير سعيد عقل هيدي الله يرحم يعني ترابه ورحله قصائد سعيد عقل بشخصيات كبيره من الامام علي شولوخوف جواهر نهرو عمر فاخوري الاخطل الصغير قصائد لا تنسى قصائده بالمدن لا تنسى بالقدس بمكة بالأردن بالشام بجبال لبنان أنا يعني بعدني بذكر في مقطع بيقولوا بعتقد موجود بقدموس بيوصف الضيعة اللبنانية على التلال بيقول عن قرى من زمرد عالقات في جوار الغمام يتخطين مسرح الشمس يركزن بلادي على حدود السماء مين بيقول غير سعيد عقل هيدي حتى اثروا على الحداثه الشعريه العربيه يعني لغه سعيد عقل اثرت بشعراء كبار بنزار قباني بادنيس بيوسف الخال وغيرهم. نرجع لسيدي صباح اسمحوا لي يعني قبل ما اسالك استاذ نزار نسمع مدير الاوركسترا الوطنيه اللبنانيه الاستاذ المايسترو اندري الحاج ثم نعود اليك. أنا من الأشخاص مني يعني مثل ما طلبت سيدي صباح لما توفيت إنه خيكون نهار موتى نهار فرح وهذا أعظم شيء بيوصله الإنسان بعتقد بحياته إنه يقول هالكلام. بغياب صباح الملحنين رح يعرفوا شو خسروا بهذا الصوت الكبير
الصوت ما كان يفكر ملحن لما يلحن له، يعني هالمدى الموجود بصوت صباح خاصة بطول النفس الموصوف فيه ومعروف عنه، الكاركتير اللي بتوصله لما الملحن بلحن لكين، والكلمة اللي يعني مخارج حروف لما كان تلفظها صباح مع اللحن، كيف كان الملحن يعني يفتخر والقد يفرح لما صباح تغني له، لأنه بتروح الغنية معه لا يعني ممكن تروح على بعد ما كان شايفه الملحن. ومع الوقت أنا أكيد مع الوقت كل ما بعده هون الناس الكبار مثل صباح مثل وديع اللي بيغنوا، كل ما حنا غني له رح نشوف شو منفتقد، رح نشوف إنه هذا الصوت لن يتكرر. وأنا على طول بقول صوت صباح ليس فقط صوت، هو كاريزما متكاملة، صوت صباح كاريزما متكاملة مع بعضها، يعني الصوت مع الأداء الجبلي مع العفوية مع الهضامة، هذا صوت صباح كله، إلى إنه هذا الصوت إذا بنقيسه علميا صوت الآلتو عند صباح الموجود بيغني القرار لحدود الوسطي بالنوتات الموسيقية، ولا مرة امبارح كانت عم بتسمع على مقابلة إلها عم تقول أعلى نوتة غنت بأغنية ساعات وصلت، عم تقول عم تغني بيات الدو، وغنت أعلى هي بعتقد بغير أغنيات لأنه صوتها غير اللي عم نسمع اليوم. اليوم الأصوات تختلف كليا، هذا الصوت العفوي نحن فقدنا ولن أكيد لن يتكرر. ألف شكر للأستاذ أندريه الحاج. أستاذ نزار فرانسيس، يعني كشاعر شو اللي كان يلفتك بصوت صباح؟ مش بس كمستمع، يعني كشاعر بيتخيل قصيدته بحناجر الفنانين والمبدعين. لا شك انه صباح كان صوته لفتني اللي قاله استاذ صلاح شرنوبي، صوته كان واسع وصوته تارك عنا نوستالجيا معينه. صباح في إلى محل لصوته لا يشبه احد الا صباح، صار في عندنا نوستالجيا عند صباح، عندنا حنين صارت من التاريخ اللبناني، من عاداتنا اذا بدك او من يومياتنا، صار شيء اسمه صباح من تراثنا. وفي محل انا كثير بحبه هيدا الشيء اللي هالصوت يلي كله فرح كان ويلي كله قدره ويلي كله اذا بدك بمحلات كان بالاغاني الوطنيه كله عز وعنفوان، كان يترجم الكلام اللي كان يغنيه بنبرات بجماليات الصوت، كان يترجم العز لما يكون الكلام لعز، ويترجم الحب لما يكون لحب، ويترجم الغنج والدلع والعاطفة لما يكون لعاطفة والفرح. كتبت شعر لصوت صباح؟ أنا يعني ما صار لي فرصة أني أكتب شعر لصوت صباح، لكن صباح غنيت كل الشعر، كل الأنوات الشعر. المساحة الحلوة الأكثر أنا اللي بحبها كمان بصوت صباح، في شغلة مهمة كتير لازم ننتبه لها، إنه في مساحة درامية مع كل هذا الفرح اللي بصوت صباح، في عندها مساحة درامية بصوتها جلت كتير بأغاني مثل ساعات ساعات، مثل أخذوا الريح وأخذوا الليل، ما في أبرع من هالأداء ولا أجمل من هيك أداء عالضيعة يما بمس القلب. هيدي المساحة الدرامية اللي بصوت صباح انا بتمسني من الداخل من جوا، بحس انه الصوت المتكامل هيك لازم يكون، اللي بيزرع الفرح قادر يعطي هيدي الحنين والاشياء الجميله. على كل حال حكينا عن صباح الانساني وصباح الصوت، بدنا نحكي عن صباح الممثله كمان، يعني على المسرح او بالسينما، ولكن اسمحوا لي اتوقف لي لحظات سريعه ثم نتابع صباح الفرح. هذه التحيه من بيت القصيد لشحروره الغناء السيده صباح. سلموا لي على الحبايب وبعثوني، سلموا لي على مصر، سلموا لي، سلموا لي على الحبايب وبعثوني. سلام أمانة والنبي، سلام أمانة والشوق أمانة والنبي، الشوق أمانة. سلام أمانة والنبي، سلام أمانة والشوق أمانة والنبي، الشوق أمانة. سلموا لي على الحبايب وبعثوني، سلموني على مصر، سلموني. شمس الشموس يا صبوحة، شمس الشموس يا صبوحة، عرس الكتير ظلمونا وفاتوا البالهم نانا وروحة.
مشاهدينا الكرام، نتابع هذه التحية من بيت القصيد إلى روح وذكرى الشحرورة صباح، وهي بعنوان صباح الفرح، بناء على وصيتها التي أرادت فيها لمحبيها ولأصدقائها ولعارفيها أن يفرحوا لا أن يحزنوا. قبل ما نتابع يعني الأسئلة والحوار، بنستمع أيضا لشهادي بكلام يوصل من الأب فراس حكوم، نسمعه سوا. تعرفت على الصبوحة من 14 سنة، كنت بعمر طفولة. خلال مرافقتي الروحية للسيدة صباح، عرفت صباح الإنسانة المؤمنة، صبوحة الإنسانة اللي بتصلي. صباح صلت من خلال ما أعطاها الرب وزنات، أي نعم ومواهب. صلت بصوتها، صلت بمويلها، صلت بفنها، وأهم شيء كانت تحمله صباح هو السلام الداخلي والعلاقة الرائعة مع الخالق. صباح من خلال صلاتها المتكررة واليومية، دايماً الصبوحة كانت تصلي المسبحة، هيدي مسبحة صباح، ودايماً كانت متعبدة للقديسة تيريز، سان تيريز. الصبوحة دايماً كانت تصلي، الشمعة مضوعة عندها بالغرفة دايماً، البخور، وأهم شيء دايماً صباح كانت تعطي حسنات القديس عن روح أهلها، عن صحتها، عن ولادها، عن كل شيء. ايضا صلاه صباح تجلت بالاعمال الخيريه الكثيره اللي قدمتها، وقدمتها بصمت. ما سمعنا حدا دق باب الصبوحه الا وعطيته. كثير من العائلات الصبوحه كانت هي معيشتهم، فتحت لهم بيوت، مدت لهم ايديها. اعطت صباح ماديا بقدر ما اعطت فنيا واكثر. العطاء المادي بحياه صباح نهر وجاري. صبوحة دائما كانت تبادر العمل الخير. من هون بشوف صلاة صباح. الصلاة هي ليست ترداد كلام، الصلاة هي أعمال حسنة، أعمال بارة. نذكر أيضا الصبوحة اللي ساهمت كتير من المهرجانات والحفلات لبناء الكنائس، للجمعيات الخيرية، لمرضى السرطان خاصة الأطفال. الصبوحة دائما كانت تبادر بإقامة حفلات وتدفع منها، تدفع منا لحتى تساعد هالحفلة انه تكون ناجحة، وصباح تقدمها ببلاش. خاصة بالايام الاخيرة صباح كانت متفرغة كتير للصلاة، للتعبد لربنا، للمناولة للقربين المقدس، قراءة الكتاب المقدس. صبوحة كانت كتير تقرأ الانجيل، وكانت ترتل تصلي، تفرح بلقاءها مع الرب. ودايما صباح بكل مشوارة اللي قراب من صباح بيعرفوا صباح انسانة مصلية قولا وفعلا وعملا. صباح بختام الحديث بقول صباح قامة فنية، صباح قامة وطنية، صباح قامة في ملء الإنسانية. قلت كلمة وأعيدها، جنيت فغالي رحلت بالجسد، أما صباح فهي خالدة باقية لا ترحل. شكرا للأب فراس حكوم. يعني إذا عم تلاحظ أستاذ جوزيف، أستاذ نزار، أنه في هيك اتفاق حتى أحيانا بالتعابير على على وصف صباح، على وصف صباح. أبداً. وتعرفنا من خلال الأب حكوم على جانب يعني آخر الإيماني من صباح، الجانب الإيماني بصباح. أنا نعم. مرة قالت لي الست صباح، قالت لي جوزيف الموت هو جزء حقيقي من حياة الإنسان، يعني نعم. هلا هو الجزء الوحيد الحقيقي، اللاهوت، اللاهوت المسيحي بيقول هذا الجزء، اللاهوت المسيحي بيقول تعقيبا على الأبونا، اللاهوت المسيحي بيقول من آمن بي وإن مات فسيحيا. نعم. فسيحيا. في أي قرآنية بتقول كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. فكان عنده أمل. مرة أنا طلعت شقيت عليها بالمستشفى، قالت لي يا جوزيف طيب ونحن نهايتنا هيك، نحن نهايتنا هيك. قلت لها أنا الشريف الراضي بيقول ما أسرع الأيام في طينا تمضي علينا ثم تمضي بنا، بس سلامة قلبك خليكي صباح مشرقة مثل ما عودتينا. بلشت تبكي، كانوا عم بيحطوا لها دم، يعني إنه
بالمستشفى. هي دائما يعني خبت، اذا بدك خبت احزانها وخبت خيباتها وخسارات عن الناس اللي بحبوها حتى ما تزعلون. اظهرت الجانب المشرق منها للاخر. يعني اكبر دليل حتى ما اتم ارادته فرح على الناس. نعم. شو في اكثر من هيك؟ شو في اكثر من هيك؟ انا طيب شو فينا نحكي لو سمحت عن صباح الممثلة؟ يعني حضرتك وقفت قبالها على المسرح مرارا وتكرارا. قبل ما نسأل أستاذ صلاح عنا بالسينما بدنا نسمع منك عنا بالمسرح. شوف، مرة فت أنا على المسرح قبل بدها تفوت هي، بعد في 5 ثواني لا تفوت على المسرح. قلت لها شو بك يا عملي راكل ويلش؟ قالت لي يخرب زعك ما تضحكني بدي فوت أشتغل. كانت ألعوبة، كانت لعبة، كانت باربي. ما معقولة هالمرة. روح يا خي من الروح من جوا، إذا الإنسان ما عنده هالروح وهالوهج وهالبهجة والفرح ما ممكن يقدر يطلع شيء. وهيدي الصباح كانت تملكها. صحيح صحيح. أستاذ نزار، كنت تشوفها يعني كمشاهد كمتفرج، يعني من خلال السينما من خلال الأفلام، شو اللي بيلفتك فيها كممثلة؟ يعني شو اللي بتعطيك إياه صباح الممثلة؟ كانت ممثلة بكل مال الكلمة من معنى، حتى أنها عاصرت جيلين من الـ من الـ من السينما. نعم. صباح مثلت في الخمسينات وفي الأربعينات. نعم. غير اللي مثلتهم في السبعينات والثمانينات، كعاصرت جيلين. يعني بلشت بالقلب الواحد. اول فيلم انا بشوفها بالاسود والابيض، بشوف صباح الممثله المتالقه الحلوه، مساحه الابهار تبعها واسعه من خلال الصوره مع الصوت الرائع. ورجعت شفتها كمان بنفس المساحه واكثر بالثمانينات وبالسبعينات. صباح يعني عطاء لا محدود، إذا بدك عطاء حلو. كنا نحبها تمثل ونحبها تغني. في ناس، في مطربين دخلوا على السينما مثلا صوروا أفلام، بس صرنا صوروا أفلام في سبيل دعائيا ليعملوا دعاية لأغانيهم. كانت ما في كليبات بهذيك الايام، كانوا يصوروا فيلم سينما واغاني الفيلم تمشي وتتصور تتحسب انه هي مصوره. كنا ننطر الفنان قد ما بنحبه، ننطر الفنان او الفنانه لتغني، لانه بنعرف انه نحن صباح كانت نحبها عم بتمثل ونحبها عم بتغني. نعم. كانت تعبي الشاشه. والسينما الاستعراضيه كانت يعني بأوجه بهذيك الايام. اذا فينا نقول. صحيح. خليني اسال الاستاذ صلاح الشرنوبي عن هالجانب، يعني كممثل صباح هل اثبتت حضورها برأيك يعني إلى جانب كبار نجوم التمثيل وهي وقفت أمام الجميع؟ يعني من الصعب الآن تعداد الأفلام أو تعداد النجوم اللي شاركتهم الأفلام. عم نحكي عن 87 فيلم تقريبا. يعني أكيد طالما وصلت لأنها تشارك في أكثر من 80 فيلم يبقى هي أثبتت نجاح بجدارة. ولما يبقى في بداية في مقتبل حياتها الفنية فعلا يعني منتجة زي آسيا وما أدراك. يعني آسيا دي يعني تعتبر من أهم المنتجات في هذه الفترة. فلما هي فعلا تعاقد معها على 3 أفلام في بداية يبقى كان شايف شيء ما فيها، لكن ده وحده لا يكفي برضو. يعني تكرار الأعمال إلى أن تصل إلى 81 فيلم ومتنوعة، ومع مين ومين 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 من النجوم الكثر، يعني زي مثلا فريد شوقي، وما معروف عنه أنه هو كان يعني اللي هو بطل شعبي. نعم. يعني الأفلام بتاعت العيد عندنا هنا في مصر يعني لازم فريد شوقي، فلازم معاه صبوحة في أكتر من أفلام كتير يعني. وأشهرهم طبعا كان معروف، كان فيلم لسطى حسن اللي غنت فيه الغاوي نقط بطاقيته وحسونا ما تحن عليا والدلال والشقاوة دي. وبعدين لما تعمل مثلا في مرحلة أخرى مع أحمد مظهر وإسماعيل ياسين فيلم مثلا من الأفلام الجميلة جدا اللي أنا بحبها جدا، فيلم العتبة الخضراء، وما فيه من كذا جانب
فجوانب الشر او الفهلوه بتاعت احمد مظهر في جانب واسماعيل ياسين في خفه ظله, وهي وطبعا والاغنيه الشهيره اللي عملها لها سيد مكاوي وكتبها صلاح جاهين اللي هي انا هنا يا ابن الحلال ما عايز جاه ولا كتر مال, طبعا كانت من الاغنيات برضو الجميله اللي كسرت الدنيا ونجحت جدا. وبعد كده تشوفها في مع عبد الحليم حافظ البنت اللي عملت مش عارف ايه لعبه على عبد الحليم هي وصاحبتها, وبعد كده المهم اللي في الاخر خالص اللي بيطغى جانب الرئه, الرئه والصبوحه الدلوعه الجميله اللي فعلا مليانه انوثه يعني وجاذبيه في كل افلامها لازم يطغى هذا الجانب ويبقى هو القاسم المشترك في جميع افلامها. ووصولا الى فيلم الرجل الثاني بتاع رشدي اباظه, الفيلم برضه كان قصه فيها غموض وفيها سسبنس وصلاح ذو الفقار وساميه جمال, وهي برضه دورها يشد يعني كل ادوارها على مر الاكثر من 80 فيلم كل على حدة له تأثير صح. على المشاهد العربي. فهي طبعا كانت متألقة في جميع هذه الأدوار. صحيح, يعني حتى يعني عاصرت جيلين وأكثر من جيلين أكثر. سواء بالسينما أو بالمسرح أو بالتلحين, يعني من زكريا أحمد والأصبجي لا عبد الوهاب وفريد لا الصنباطي يعني لا بليغ يعني بلبنان الرحابني زكي نصير القدامى والمخضرمين والجدد كانت تعطي شانس لكل اللي بتحسندوا موهبه ايه استاذ صلاح عم بتقول عم تسكت. مش عايز انسى دور جمال سلامه طبعا لان من الحاجات اللي حفرت فعلا يعني عمل لها اكتر من اغنيه في فيلم ليلى بكى فيها القمر الاخير الفيلم الاخير او من اواخر افلامها اظن, ومن الصعب الاحاطه بتجربتها يعني بساعه وساعه ونص وبدك ساعات بدك ساعات سهرات بدك اغنيه. وما ننساش طبعا اللي هو جمال سلامه دوره في هذا الفيلم وعمل لها اربع اغنيات وكان اشهرهم هي اغنيه ساعات اللي كتبها الشاعر الاعلامي الجميل عمر بطيشه. يعني من حاجات المتميزه جدا للصبوحه الحقيقه, واللي هي على راي استاذ نزار اظن استاذ جوزيف قالوا ان هي قدر مساحه الاغاني الدراميه عندها كان موجود لكنه مش بقدر الاغنيات الخفيفه او الشعبيه او اللي فيها رقه وبساطه, بس علمت هذه الاغنيات الدراميه كان اقل, تركت بصمه هذه الاغنيات الدراميه استاذ جوزيف. طبعا يعني زي اغنيه لا اللي عملها لها الموجي كان فيلم شارع الحب استاذ محمد الموجي مع عبد الحليم حافظ اللي عملها محمد الموجي برضه من الاغاني اللي فيها دي تجمع ما بين منتهى الرقه وهي بتقول كلمه لا صح بتقولها ازاي وفيها شجن عميق جدا جوه في الغناء. يعني هي دراميا كانت موفقه جدا يعني في جميع المناطق كأداء تمثيلي وكأداء غنائي الحقيقه. على كل حال رح نحكي عن الاغاني الوطنيه كمان اللي يعني تميزت, يعني غنت للبنان, غنت لمصر, غنت للوحده بين مصر وسوريا, ونقلت لنا اجواء الضيعه بكل أجواء الضيعه طبعا فرح وبهجه وحب صحيح. وسعاده. ولكن اسمحوا لي اتوقف لمره اخيره مع استراحه سريعه ثم نتابع صباح الفرح من بيت القصر. كأنه قلبك بعده فاضي ماشي معي لعند القاضي تكتب لك قلبي باسمك. شو اسمك إلا شو اسمك يا شاغل هالناس بحسنك. شو اسمك إلا شو اسمك يا شاغل هالناس بحسنك. كأنه قلبك بعده فاضي ماشي معي لعند القاضي تكتب لك قلبي باسمك. شو اسمك شو اسمك. شمس الشموس يا صبوحة, شمس الشموس يا صبوحة, قرصة
مشاهدينا الكرام، وصلنا للقسم الأخير من هذه التحية من بيت القصيد لذكرى وروح السيدة صباح بعنوان صباح الأمل أو صباح الفرح، وإن شاء الله أيامكم بتكون كلها أمل وكلها فرح وأن تزول كل هذه السحب والغيوم الملبدة في سماء بلادنا. أستاذ صلاح الشرنوبي، بعرف أنك مضطر أنك تغادر يعني هيك بوقت بكير، فرح أعطيك المجال لكلمة أخيرة، ماذا تقول لمحبي السيدة صباح على امتداد العالم؟ أقول طبعا مشوار الصبوحة مليء بالحب وبالخير ويعني كل المعاني الجمال، ودي حقيقة مش كلام مرسل زي ما بيقال، لا دي حقيقة وباينة في كل من قالوا عنها، أثبتوا إن هي مثال للحب والإنسانة والجمال وكل حاجة، كل المعاني الجميلة، وزي ما جت لنا ببهجة ودعتنا برضو ببهجة، فأنا طبعا أنا سعدت امبارح لما شفت مقاطع من جنازتها أو تشييع الجنازة، كان فعلا جنازة غير تقليدية زي ما كانت هي الصبوحة نفسها غير تقليدية في كل مشوارها الحقيقة، فأنا طبعا بأحيي روحها وأقول سعدتينا طوال سنين حياتك بسينما صح وبمسرح وبغناء، وأنا أسعدني الحظ أن أنا أكون التقيت بالصبوحة أكتر من مرة، يمكن 3-4 مرات، وده بالنسبة لي يعتبر من النياشين اللي أنا اللي على صدري الحقيقة، لأن أنا أفخر أن أنا أكون التقيت زي ما التقيت بالفنانة نجاة والفنانة وردة والفنان وديع الصافي، التقيت بالصبوحة وأنا سعيد بهذا اللقاء وسعيد أن أنا أشارك في وداع الصبوحة، وشكرا لكم كلكم. شكرا للموسيقار الأستاذ صلاح الشرنوبي، ومن خلالك شكرا لمصر، مصر الولادة، مصر منجم الإبداع والمبدعين، مصر التي ساهمت في صناعة مجد صباح والتي احتضنت صباح والعشرات من الفنانين اللبنانيين والعرب، فألف تحية لمصر ولكل البلاد العربية التي نتمنى لها الخير. الغناء الوطني اللي تميزت فيه صباح والغناء البلدي، يعني غناء الضيعة وتراث الضيعة وفلكلور الضيعة، كيف بتشوف هالمساهمة من صباح بهالمجال؟ أضفت على الأغنية اللبنانية، نعم، شو أروع صورة وأجمل ما يمكن من الذوق، نعم، اللحني والكلام الشعر. صباح تميزت فيهم هودي كتير يعني، ومثل ما قلنا انه رسمت صورة للضيعة اللبنانية وللبنان ولجبال لبنان وسهوله وجماله، يعني مين بده يوصفه أكثر من صباح والرحيل اللي سبقه وديع الصافي ونصر شمس الدين وغيره وغيرته. فصباح إلا فضل كبير، وهالأغاني هاي مثل ما بيقولوا بالفرنساوي إنوبليابل، لا تنسى. أستاذ نزار، كتبت أو قلت هيك مقطع شعر برثاء سيدي صباح، بحب أسمعه منك. أنا قلت لما قالوا لي عرفت أنه توفيت صباح، قلت لهم هيك، قلت لهم في صوت علمنا الفرح وارتاح. يسلم تمك، شو حلو. في صوت علمنا الفرح وارتاح وغابت صباح وضحكت عيونا وصار الصباح بيجي ناقص الصباح، مش حلو يا لبنان من دونا. نحن من جيل مختصر مفيد، نحن من جيل ما بنعرف لبنان بلا صباح، ما بنعرف لبنان ما في هالصوت وهالأغاني اللي بكل المناسبات بتلاقيها حاضرة. صحيح، جزء من ذاكرتنا الجميلة والغنية. في شاعر قال
وكذا الحياة قديمها وحديثها ذكرى نسر بها وذكرى تؤلم موتى الجسد وغياب عنا تألمنا كتير وحزننا ودمعنا وبكينا وغصة بقلبنا لكن الذكرى التي نسر بها هالتراث الغني وهال شو بيقولوا هالدخيري اللي تركت لنا إياها حلو التعبير بتعزيها. حلو تعبير الدخيري رح نسمع كمان شهادة من الكاتب والصحافي الأستاذ جهاد أيوب اللي هو كان صديق للسيدة صباح وواظب يعني وحرص على علاقة استمرت حتى اللحظات الأخيرة نسمعه سوا علاقتي بست صباح بلشت كان عمري 7 سنوات ومن يومها إلى لحظة رحيلها هي اللي كانت تبادر هي اللي كانت تتصل تبادر وتحكي معي تسأل عني كبرت وظلت تسأل عني وقفت حدي بكل المراحل إلى لحظة رحيلها سألت قبل ساعات من رحيلها عن كل الأصدقاء ذكرتهم بالأسماء اللي كانوا قريبين منها وآخر شيء قالت لهم الأستاذ جهاد وينه خليه يجي لعندي طبيعة حياتها تصرفاتها أخلاقها هي بنت الضيعة الفلاحة المتنور الفلاحة المتمدنة الفلاحة اللي بتعرف شو يعني سنابل القمح شو يعني موسم الزيتون شو يعني الجنارك شو يعني الليمون لذلك صباح حافظت على هالتكوين ما بين الطبيعة والإنسان هي وفية أكثر مننا هي تحترم ذاتها لذلك كانت تحترمنا هي كانت مخلصة للوطن وإن شاء الله الوطن يخلص لها صباح مرحلة مهمة يجب قراءتها في تاريخ الأغنية اللبنانية وفي تاريخ الأغنية العربية وفي تاريخ الفن العربي وفي تاريخ المجتمع العربي وتطور المراحل الاجتماعية في الفن العربي صباح يعني تستحق الدراسة بجدية بعيدا عن فستانها الحلو وبعيدا عن زيجاتها لأنه صباح هي بركان من العطاء وبركان من التميز الفني غلطنا اللي بنظرها حبينا يا ريت شوي تروينا صباح انت كبيرة قلت لك ما رح اكتب عنك اذا رحت لانك ما رحت شكرا للأستاذ جهاد أيوب استعمل تعبير كثير هيك لفتني الفلاحة المتمدنة يعني فعلا يعني فيها بساطة الفلاح وطيبة الفلاح وفيها أناقة المدينة وبهرجة صح يمكن قال أستاذ جهاد أنه ما بدنا نحكي عن زيجاتها اللي نحكى عنها كتير وأنا فعلا يعني هذا الموضوع ما حبيت اتطرق له لا من قريب ولا من بعيد هاي خصوصيات بنعتبرها كان يمكن بحياتها بيسوى نحكي فيها لأنها هي كانت قبلاني وكانت تحكي فيها بس بعد رحيلها خلص هذا موضوع بينطوي بس أناقتها الخارجية لا تنسى جزء لا تنسى لا تنسى جزء من تاريخها لصباح جزء من فنها أناقتها وطلتها والإبهار اللي كانت فيه هيدا جزء من كم من فنها المتكامل يعني بتشبه هيك نجمات كبيرات بالغرب بهالناحية طبعاً أنا قلت لك إنه راكل بلش قالت لي لا بدي فوت على المسرح ما تضحكني يعني تصور إنه كانت تعرف هالأشياء هذي بتعرف وبتحبها عاشقتها عندها خفة الدم هذي جزء منها ولا بد إنه كان عندها أكيد ذوق رائع طبعا حتى طبعا تقدر تقبل وساعدوها المصممين العظيمين اللي اشتغلت معهم ويليام اسامي كبيره كانت وغيره كتار يعني ما شو اسمه نعم على كل حال بتذكرني مقطع قايله المتنبي وقت اللي بعت لسيف الدولي رساله نعم بيعزيه بامه نعم يدفن بعضنا بعضا وتمشي اواخرنا على هام الاوالي ما كلنا سوا على هالطريق لكن الإنسان بيحزن بمن أحبه بس يعني يمكن في كمان مسألة أشار لأستاذ أيوب أنه
مسألة الفنانين ببلادنا، مسألة التكريم، مسألة الاهتمام، حفز ولا حرج يا أستاذ؟ قبل ما أسألك عم تجي تأكيدك على الوجع هلا. يعني شفنا وداع شعبي رائع لصباح، وكأنه يعني عوض التقصير اللي حصل بوداع الكبير وديع الصافي. أنا ما بعرف شو اللي حصل بعدين قبل، ما بعرف شو اللي حصل، كان في تعصير كان واضح لكل الناس، تعصير رسمي وغير رسمي، كأنه استدركوا. بس شو يعني شو اللي لازم ينعمل للفنانين ببلادنا، مش بس بلبنان، بل يمكن بكل العالم العربي بنعاني من هالآفة؟ كيف ممكن يعني نحث السلطات إنها تكرم مبدعينا وهن على قيد الحياة؟ بيسوى زاهي، بدي أقول لك شغلي، مش بكل العالم العربي عندنا نفس الشيء. أنا ببعض المحلات مثل مصر مثلا، بعض الفنانين اللبنانيين خاصة الكبار منهم اللبنانيين مكرمين ومقدرين في خارج لبنان، في الوطن العربي أكثر من لبنان، وهي شغلة لمسناها. نحن عم نتكرم بشبابنا، وقت بيكون في عنا الحيوية تكرمنا. مني وجر، ولكن آخرة الفنان. يعني ختيارته هلأ أنت عم تقول لي؟ لا. آخرة الفنان يجب أن تصان وتحمى. فعلا رسالة موجهة هذا الفنان اللي بيعطي بلاده. غير ما معقول، في فنانين حببونا ببلادنا، حببونا بأرضنا. ما معقول أنا شوف شاعر كبير أو مطرب كبير ما بيقدر يفوت على مستشفى مثلا، ما عنده ضمان، ما عنده ضمان كتير. صحي، ما عنده ضمان شيخوخة، ما عنده يعني صعب كتير وعاي. صح. يمكن صباح بملء إرادتها اختارت انها تعيش ب انا بدي اقول شغلي بفندق، بس يعني بدي اقول شغلي انا استوقفنا هالشغلة، استوقفنا صارت معي. ليه بدها تختار انها تقعد بأوتيل؟ من 20 سنة طلعنا على القصر الجمهوري وكان موجود اشخاص فنيين معنا، استاذ احسان صادق و آخرين، كنا مع فخامة الرئيس وقتها الله يرحمه مشان قانون تنظيم المهنة. صح. لياس الهروي، فخامة الرئيس لياس الهروي، وقلنا له يا فخامة الرئيس لازم يكون في شيء هيك معاملة بالمثل، يعني منروح على كل أنحاء العالم، نحن منروح على السندكا على النقابة منسجل عقدنا ومندفع ضريبة نقابية وضريبة مالية. برد فخامة الرئيس الله يرحم ترابه وبنزح لي البار هو بهالعفوية، وقت قام عن كرشته البروتوكول وقعد بيناتنا قال يا ريت كل الجلسات مثل جلساتكم. قال لي يا استاذ جوزيف بس نحن هون بلد سياحي. قلت له القاهرة فخامة الرئيس بلد سياحي، فيها الأقصر وفيها الأهرام وفيها النيل وفيها النيل وفيها كبار أهل الفن بالعالم، وبياخذوا الضريبة من الفنان بيدفع وكذا وشو اسمه بقى لازم. قال الليلة راح شوف بكرة، راح شوف دولة الرئيس كان الله يرحم ترابه رئيس الحرير، رئيس الحرير بكرة راح شوفه كذا شو اسمه. عملولنا صندوق التعاضد. نعم. عملولنا صندوق التعاضد، ولكن هلأ صندوق التعاضد فاضي. بده قرار تنفيذي. هك الحال، بشكركم كثير، الله يطول أعماركم، وألف رحمة للسيدة جنات فغالي الصبوحة يرحم ترابة. بشكركم على الوقت اللي أعطيتكم، وتعازينا لأهلها وللبنان ولكل العالم بموت الصبوحة وبموت الكبير سعيد عقل ونهواند. أنا ما بحب أنسى نهواند واللي رحلوا جميعا، كل الشكر والشكر الدائم لفريق العمل ولمشاهدينا في كل أنحاء العالم. نلتقيكم الأسبوع المقبل على خير، ونختم هذه التحية لروح السيدة صباح بهذا التقرير. مسيناكم ومسيناكم مسونا وعالبواب لاونا، مسيناكم مسونا وعالبواب لاونا، ونزقت تطير كتير بتكونوا بتحبونا. عينك عيني يا جميل تصعب عليا ومبتنى بلهيبي يا عذاب. قولوا
شو بتحبي أكثر شيء بهالحياة؟ قلت لهم بحب جمهوري وهالمعجبين، هو أكثر شيء بحبه بحياتي. ما عرفش غير ما عرف، ولا أقول شيء غير ما عرف. ما عرف مدهشة جنان. ألو بيروت من فضلك يا عيني، حطيني بيروت عجل بالخط شوي. أنا قلت لهم بدي يكون صباح، قال طيب رح نحط صورتك ونسأل الناس، فكلهم أجمع على صباح. أخذوا الريح وأخذوا اللي فيه. خصوصا هلا إجا الوقت اللي أنا مثلا كمان طيب، ولا أمتين بدي ضل هبلة وماشي على العمياني وضحي؟ طب ما بدي كمان فكر أنتي بولادي وبنفسي. وترى أنت زعلان؟ أبدا. ولا غضبان؟ من إيه؟ تبقى تقلق. علامات فارقة أو لك الضحكة ولا شو؟ دائمة الإشراق. شكرا سيدة صباح. أهلين. أحبك ياني ولو ترعاني، أحبك تاني وأقول آه ياني ياني، معك وداني وكل حناني وخافت إنساني.